بونسوار يا كتاكيت. مرة كتكوت طلع من البيضة لقاها سودة. مسكين الهوا بيطلع من بطنه على مخه وبيعمل طيار. طبعا كلكم عارفين مين ده. مش برضه حضرة الناظر؟ ومصورينه ليه؟ استوظف في الحقنية؟ لا، استوظف في القرافة. برضه وظيفة مضمونة. مات ازاي؟ ده فاضل دكتور على المعاش. اتقتل. اتقتل ازاي يا مؤاخذة؟ كان عيان؟ كان عيان بلسانه. حب يقول لنبيلة بنت مصطفى شكري مين اللي قتل باباها. نبيلة؟ مش بتقوله مسافرة؟ ورجعت. وزي ما حاولت تقابل المرحوم يمكن تحاول تقابلك يا عبد الجبار. انا ما قابلش اجانب. ويمكن تجيلي. طب اتصرف ازاي؟ تقابليها وانت كمان تقابلها ونجيب غدا كمان يا بيه. بس لو حد منكم فتح بقه بكلمة هبعته بيحصل حضرة الناظر. مفهوم طبعا. ودي بلوتيه دي مش كفايه الواحد ضميره بيستعذبه من يوم الحادثه. اتفضل ريح ضميرك، كلم البوليس وقول لهم على اللي حصل. تتكلم عيب يا بيه، انا مش فتان. ما تتكلم انت يا نعناع. قولي للبوليس انك انت وعبد الجبار وفهمي شفتوا الحادثه وعرفتوا القاتل. انا ما كنتش معاكم. كنت وقبضت زيهم. قبضت ولا ما قبضتش؟ قبضت مره. عزرائيل راح يقبض روح واحد لقى الضرايب حاجزه عليها. عايز تقول حاجه عبد الجبار؟ ايوه بيه، عاوز اقول. خد راحتك، عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ربنا يطول لنا في عمرك ولا يوقعكش في دقيقه ويبعد عنك ولاد الحرام اللي زينا. مع السلامه. اتفضل. اتفضل. انت استنى. حاضر. اخبار نبيله جيلي اول باول. امرك امرك. على فكره مره بايخه. فعلا بايخه. سلام عليكم. سلام عليكم. دي عاملة تعمليها يا نبيلة؟ تقعدي في اللوكندا وبيت عمك مفتوح. أنا اتعودت على الحرية، عندنا في لندن كده. إزاي تيجي من لندن عشان تقابلي واحد ما تعرفيهوش؟ مش كان هيجيب لي اللي قتل بابايا؟ بس ده خطر على سعادتك يا ست هانم، وإحنا مالناش بركة غير صحة سلامة سعادتك. ما تتحشرش أنت. فاهم أفندي بيتكلم صح. متشكر يا أنكل، متشكر جدا. صح علشان سكرتيرك. وبنت اخوه كلامها غلط. لو القاتل حس ان نبيله لسه بتدور على اللي قتل باباها مش بعيد يقتلها زي ما قتل الناظر. يا خبري، هيقتلوني زي باباتي؟ الا اذا رجعتي لندن تكملي دراستك. خلاص اسافر احسن. اهو كده العقل. بس في ايه تاني؟ الراجل المحبوس ماله؟ هزعل قوي لو سافرت قبل ما يسامحني. فاهم يا فندي؟ سعاده البيه؟ نفذ امر الهانم فورا. فورا يا فندم. وعلى فكره مره واحد صحي من النوم صحي تاني. في حرام عليك، عيت كوكي كفايه نكتيت. ايوه بس مره واحد راح القلعه لقاها لابسه. فهمي. اتفضل يا مظلوم افندي، خش. تعالى بس، انت خايف من نبيلة هانم؟ يعني معرفتش اللي عملته فيا؟ اصلها مسكينة وهي عيلة عمرها 4 سنين، ابوها اتقتل. هو يتقتل وانا اتبهدل؟
دخلوا عليها الخدامين وهم بيصرخوا يقولوا البيه اتقتل في عز الضر، ومن يومها كل ما تسمع كلمة عز تقول انت اللي قتلت بابايا. اضطر عمها يسفرها لندن علشان يبعدها عن جو الحادثة، لكن مع الأسف ما قدرش يحل عقدتها. فهمت؟ نبيلة هاني. أيوه. في واحد ساب لحضرتك الجواب ده. امتى؟ امبارح يا فندم. وشكله ايه الراجل ده؟ والله شكله مش غريب عليا، لكن مش متأكد شفته فين. مش شكرها. العفو يا فندم. الو، اديني نقطة بوليس الهرم. اهلا نبيلة هانم. مرة واحد مش وقته. في افندي، فين الراجل؟ اهو خدمتك يا هانم. انت بتعرف تقرا عربي مشانكل؟ مشانكل؟ قصدي حضرتك مشكل يعني. انا ما بعرفش بتقولوها ازاي، اصلي ما بعرفش ابعبر. ابعبر؟ ابعبر من فعل بعبره، وبعبره الفتى بمعنى عبره. انا هانم خبير في البعبره، لاني بلا فخر لصنص في اللغة البعبرية الفصحى وبامتياز. خلاصي، انت تعتبر نفسك من النهاردة المدرس المخصوصي بتاعي. شكرا قوي يا هانم. حضرتك مش قلت انك مسافرة؟ غيرت رأيي. لكن انت مالك يا اخي؟ بتقولي غيرت رأيها؟ واحدة عايزة توظفني، تتدخل ليه؟ مع السلامة انت بقى في افندي. وعلى فكرة مع السلامة. وعلى فكرة مع السلامة يا في افندي. لزومها ايه الحركات الطايشه دي بقى؟ هات ودنتك. لو النبي بلاش حكايه الودان دي. ودنتك عارف لو طلعت منك كلمه كده ولا كده هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هعلقك من حواجبينك. ربنا يستر. اقرا. الآنسة الفاضلة نبيلة، نظرا للرقابة الشديدة المفروضة علي فقد اضطررت للمرور عليك بالفندق، ومرفق بهذا مفكرة عمرها 20 سنة كانت ملكا للمرحوم أبوك. بابايا. يا بابايا. كمل. بهذه المفكرة أسماء وعناوين أشخاص لو استطعت الاتصال بهم فستعرفين قاتل أبوك. لبشتيني. اسمه، قول اسمه بالسريعي. اسم مين؟ اللي بعت الجواب. يا خبر، ده هو. هو مين؟ الناظر. القتيلي. ايوه القتيلي. عن اذنك يا هانم تعالى هنا. رايح فين يا مجنوني؟ مجنون لو استنى معاكي. ليه؟ انت ست خطر، في كل حتة يطلع لك قتيل، في كل ركن مستخبي لك بوليس. افتح بوليس. شفتي؟ افتح. فين الجواب يا نبيلة هانم؟ ايه الجواب ده؟ اللي سابهولك الناظر قبل ما تقتل. لحظة واحدة. اتفضل. امال فين المفكرة اللي بقول عليها؟ المفكرة كانت هنا. راحت فين يا ترى؟ نعم، بتبرقي لي كده ليه؟ هو يا حضرة الضابط. هو. أنا إيه؟ إنت اللي سرقت مفكرة بابايا. أنا؟ يا بابايا. مظلومة فادي سعيد. عن إذنك. ما تتأخرش، هكلمك في التليفون. نعم. اعمل مركوب. واعمل مركوب ليه؟